يحيي الفلسطينيون في مثل هذا اليوم من كل عام الذكرى الخامسة والأربعين ليوم الأرض حيث استباحت قوات الاحتلال الصهيوني أراضيهم في قرية عرابة في منطقة الجليل وكذلك أراض في المثلث والنقب عام 1967 فاندلعت مواجهات بين الأهالي وقوات الاحتلال راح ضحيتها عدد من الفلسطينيين بين قتيل وجريح المواجهات آنذاك امتدت من قرية عرابة إلى دار حنا وسخنين بعد مصادرة الاحتلال 40 ألف دونم من, من الأراضي لتطبيق خطة تهويد منطقة الجليل وتفريغها من سكانها العرب استذكار يوم الأرض يأتي بالتزامن مع التصعيد في السياسات الاستيطانية الصهيونية لتطبيق ما يعرف بقانون القومية اليهودي الذي سنه الكنيسة الصهيوني عام 2018 والذي اعتبر فلسطين أرضا إسرائيلية ولليهود حق تقرير المصير فيها ناهيك عن ممارسات التضييق التي تمارسها سلطات الاحتلال على الفلسطينيين في أراضي الداخل المحتل وكذلك في الضفة الغربية وقطاع غزة هذه السياسات الاستيطانية تهدف إلى تقليص مساحات البناء في البلدات العربية بهدم بيوت العرب بذريعة البناء غير المرخص، فضلاً عن فرض غرامات مالية عالية على أصحابها. تقارير دولية كشفت أن تردي الأوضاع الاقتصادية في فلسطين وارتفاع نسبة من يعيشون تحت خط الفقر، خصوصاً بعد جائحة كورونا ارتفعت بشكل كبير، مما زاد من صعوبة الأمر على الفلسطينيين المحاصرين بقيود الاحتلال والفقر. كل ذلك والعالم لا يزال يتفرج فيما تهرول بعض الدول العربيه نحو التطبيع متناسيه جرائم الاحتلال بحق ابناء الشعب الفلسطيني والمستمره منذ عشرات السنين